بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مجددا في حصص دروس دعم والتقوية والمراجعة للظواهر اللغوية التي رأيناها في السنة الماضية. موضوع درس اليوم في مكون التراكيب ومع ظاهرة وهي ظاهرة النداء. إذن موضوع درس الدعم والتقوية لهذه الحصة حول ظاهرة النداء. إذن نتعرف على أهداف الدرس: مراجعة وتثبيت بعض الظواهر اللغوية المكتسبة خلال السنة الماضية ظاهرة النداء لهذه الحصة، استثمار هذه الظواهر في إنجاز أنشطة كتابية في وضعيات مختلفة، تذكير. إذن سوف نحاول أن نتذكر معا كل ما أو أهم ما يتعلق بقواعد هذه الظاهرة. نبدأ بتعريف المنادى. المنادى هو الاسم الواقع بعد حرف من حروف النداء، وهي الهمزة وأي لنداء القريب، أيا وهيا لنداء البعيد، ويا وتستعمل لنداء القريب والبعيد معا. نمر للتعرف أو لتذكير للتذكير بأنواع المنادى. طبيعة الحال هنا سوف نتعرف على أنواع المنادى على اعتبار حالته الإعرابية. فهناك منادى منصوب ومنادى مبني في محل نصب. المنادى المنصوب يكون إذا كان أو يكون المنادى منصوبا إذا كان نكرة غير مقصودة، أو منادى شبيه بالمضاف، أو منادى مضاف. فيما يخص المنادى المبني في محل نصب فيكون كذلك إذا كان علما مفردا، كما يكون أيضا مبنيا في محل نصب إذا كان نكرة مقصودة. نمر إلى بعض الأمثلة. يا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم أقبل. أين هي أداة النداء هنا؟ يا، نعم. المنادى، نستخرج المنادى. المنادى هنا يا، نعم طالبة. مضاف منصوب. إذن في هذا المثال المنادى مضاف منصوب. نمر إلى المثال الثاني. أيا عاملا أخلص في عملك، أيا عاملا أخلص في عملك. أين هو المنادى في هذه الجملة؟ نعم عاملا. إذن عاملا هو المنادى، نوعه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة، وبالتالي فهو منصوب. إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة فهو يكون منصوبا. نمر إلى المثال الثالث. أي خالد لا تتسرع في الإجابة، أي خالد لا تتسرع في الإجابة. دائما أداة النداء أي، أداة النداء أي المنادى. نستخرج المنادى، أين هو المنادى؟ نعم المنادى خالد، خالد منادى. ما نوع هذا المنادى؟ علم مفرد. إذن علم مفرد، إذا كان المنادى علما مفردا فهو يكون مبني على الضم في محل نصب. إذن بعد تذكير بهذه أو بأبرز قواعد المتعلقة بالنداء وأنواع المنادى، وكذلك بعد أن تعرفنا على أحرف النداء، نمر الآن إلى بعض أنشطة الدعم. النشاط الأول: أقرأ الجمل الآتية جيدا وأضعها داخل الجدول وفق ما هو مطلوب. الجملة الأولى: اقرأ جيدا يا أحمد، اقرأ جيدا يا أحمد. الجملة الثانية: بارك الله فيكم يا أولاد، بارك الله فيكم يا أولاد. الجملة الثالثة: أيا مجتهدا واصل عملك، أيا مجتهدا واصل عملك. الجملة الرابعة: أي عبد الله تسلح بالإيمان، أي عبد الله تسلح بالإيمان.
الجملة الأخيرة أمستعملاً الطريقة؟ تمهل. أمستعملاً الطريقة؟ تمهل. إذن المطلوب هو أن نضع هذه الجمل داخل جدول وفق ما هو مطلوب كما تلاحظون. إذن حاولنا إدراج هذه الجمل في الخانة المخصصة لها داخل الجدول. إذن الجملة الأولى: اقرأ جيدا يا أحمد. أين هي أداة النداء؟ يا. جيد، أداة النداء يا. الآن نستخرج المنادى. نعم المنادى أحمد. كما تلاحظون المنادى هنا علم مفرد. نوعية المنادى علم مفرد. أحمد علم مفرد. نعم. ما هي حالته الإعرابية؟ نعم مبني على الضم في محل نصب. إذن قلنا إذا كان المنادى علما مفردا فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به، وهنا رفع بالضم وبالتالي فهو مبني على الضم في محل نصب. الجملة الثانية: بارك الله فيكم يا أولاد. أين هي أداة النداء؟ نعم دائما أداة النداء الياء أو يا. المنادى أولاد. أولاد كما تلاحظون هنا المنادى نادرة مقصودة. هنا المنادى نادرة مقصودة وبالتالي فهو مبني على الضم في محل رفع. إذن هاتين هما الحالتين اللتان يكون فيهما المنادى مبنيا على الضم. إذن هذه الحالة وهاتين الحالتين هما العلم المفرد والنكرة المقصودة. نمر إلى باقية أو بقية الجمل. أيا مجتهدا واصل عملك. أيا مجتهدا واصل عملك. أين هي أداة النداء هنا؟ أيا. نعم أيا أداة النداء. نستخرج الآن المنادى. نعم المنادى مجتهدا. أيا مجتهدا. إذن المنادى هنا نوعه نكرة غير مقصودة. نكرة غير مقصودة. وإذا كان المنادى نكرة غير مقصودة فإنه يكون منصوبا. هنا المنادى يكون معربا ولا يكون مبنيا ويكون منصوبا. نمر إلى الجملة ما قبل الأخيرة. أي عبد الله تسلح بالإيمان. أي عبد الله تسلح بالإيمان. نعم أداة النداء أي. أداة النداء أي. نستخرج المنادى. نعم المنادى عبد. كما تلاحظون هنا عبد الله المنادى عبد الله، وهذا اسم ولكنه مركب وبالتالي عبد مضاف الله مضاف إليه. إذن المنادى هنا مضاف، والمنادى إذا كان مضافا فإنه أيضا يكون منصوبا. نعم نمر إلى الجملة الأخيرة. أمستعملا الطريقة تمهل. أمستعملا الطريقة تمهل. أين هي أداة النداء؟ نعم أداة النداء الهمزة. أداة النداء الهمزة. المنادى مستعملا. المنادى هنا مستعملا. كما تلاحظون هنا المنادى شبيه بالمضاف. هنا المنادى ليس مضافا وإنما شبيها بالمضاف. وإذا كان المنادى شبيه بالمضاف فإنه يكون منصوبا بطبيعة الحال. إذن هذه هي الحالات التي يكون فيها المنادى منصوبا، وهي نكرة غير مقصودة، المضاف، وشبيه بالمضاف. أما إذا كان المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يكون مبنيا على ما يرفع به. نمر إلى النشاط
الموالي. إذا لدينا جملة نحاول إعرابها: يا صانع أحسن صنعتك، يا صانع أحسن صنعتك. إذا نضع نعرب الجملة إعرابا تاما، وذلك بوضع مكوناتها كما هو عندنا. يا أداة نداء أو حرف نداء مبني، يا حرف نداء مبني. صانع، صانع منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. كما تلاحظون المنادى هنا نكرة مقصودة، يا صانع، يا صانع، وبالتالي فهو مبني على الضم في محل نصب. نعم، نمر إلى أحسن. أحسن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أعيد، أحسن فعل أمر مبني على السكون، والفاعل أو فاعله ضمير مستتر تقديره أنت. صنعتك، صنعتك، صنعة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف هنا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أعيد، صنعة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إذن بهذا أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، نكون قد راجعنا أهم ما يتعلق بهذه الظاهرة اللغوية، المنادى. إذن المنادى قلنا بأنه نوعان: منادى بالنظر إلى حالته الإعرابية، المنادى نوعان: نكرة، منادى منصوب، ومنادى مبني. فإذا كان المنادى أو بالنظر إلى أنواعه، فهناك منادى نكرة مقصودة، ومنادى نكرة غير مقصودة، ومنادى علم مفرد، ومنادى مضاف، ومنادى شبيه بالمضاف. رأينا أيضا بأن المنادى يكون منصوبا في ثلاث حالات، وهي المنادى منادى نكرة غير مقصودة، ومنادى شبيه بالمضاف.